زوجة الشهيد باسكال سليمان مشلين وهبي. شو بدي أقول؟ بدي أقول أنه نحن مسيحيين، ونحن بزمن القيامة رح أقول المسيح قام، ورح أقول مسيحنا قام من الموت وتغلب على الموت. نحن أبناء الرجاء والحياة، ونحن أبناء الخوف، ومنشان هيك ما منخاف وما رح نخاف حتى من الموت. يعطيكم ألف عافية. المسيح قام. ثلاث أولاد رح يكفوا هيدي المسيرة؟ أكيد حنكفي وأقوى، رح نكون أقوى من قبل، وهيدا الشيء عم يقوينا أكتر وأكتر. كل يوم عم نقوى، كل ما عم يموت حدا منا عم نقوى أكتر. والله يخلينا بصحتنا ونكفي المسيرة، وهيدا قدرنا، وهيدا قدر المسيحيين بلبنان. وما رح نتراجع. نحن باقيين هون بهالوطن وبهالأرض وبهالأرض وبكل قوتنا وبكل مسيحيتنا وبكل رجعنا. يعطيكم ألف عافية. يعافيك، الله يرحمه من جديد. Amen.